السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هناخد مع بعض يونت 9، الوحدة التاسعة، وهي تالت وحدة من منهج الترم الثاني إن شاء الله. بتتكلم عن at the farm، واحنا بنهاية الوحدة الثالثة بنلاقي إن كتاب جيم الأضواء عمل لنا مراجعة على التلات وحدات الأولانيين، الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة، هنحلها إن شاء الله مع بعض في نهاية الفيديو ده. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنتكلم في الوحدة دي عن at the farm، في المزرعة. هناخد مع بعض lesson 1، الدرس الأول. الكلمات بتاعته للفوكاب هي عبارة عن farm animals، حيوانات المزرعة. إيه هي حيوانات المزرعة؟ عندي cow donkey hen duck fish goat horse sheep. تعالوا نشوف الحدوتة اللي قدامنا دي. البنت هنا بتقول ايه، او هي دي المدرسة. المدرسة هنا بتقول ايه؟ This is a farm with animals، المزرعة دي موجود فيها حيوانات. قالت ايه؟ This is a farm، يبقى this is بتشاور على حاجة مفرد، a farm المزرعة، فقالت قبلها a هنا قلنا بمعنى one، اللي هو حرف ال a بمعنى one. طيب تعالوا بعد كده عندنا ايه اللي حصل؟ رد عليها الطالب وقال لها there is a hen، ده في ايه؟ فرخة and a donkey، ده فرخة والدونكي الحمار. look انظر، the hen is on the donkey، دي ايه؟ دي الفرخة واقفة على الحمار ازاي؟ طيب ايه اللي حصل؟ هاني قام ردد وقال there is a cow، في بقرة مالها، and a sheep، وايه؟ وخروف. they eat grass، بياكلوا من ايه؟ من العشب. طيب ايه كمان؟ قامت هنا ردت وقالت there are fish، في سمك، and ducks، وبط، السمك والبط ماله، in the water، في المية. ردت عليهم واحدة تانية قالت there is a horse، في حصان، and a goat، وعنزة مالهم، the horse is very big، الهورس ايه؟ الحصان كبير قوي. هنبدأ نركز على الحاجات اللي احنا تناولناها في القصة اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا هنا اما اجي اتكلم عن حاجة مفرد او حاجة جمع، كلموا قالوا ايه؟ لما كانوا بيتكلموا على حاجة مفرد قالوا there is، يعني there يوجد، is يكون، بس هنا is ايه؟ لما يكونوا هيجيبوا حاجة بعدها مفرد، زي ايه؟ there is a cow، قلنا a عشان هي بقرة واحدة. طيب هنا في الجامع هقول ايه؟ there are، مش هقول إز بقى، هقول إيه؟ آر، عشان بعدها هيجي اسم جمع. طب هنا there are cows، وزودنا إيه؟ زودنا إس، بس الإس هنا متزودة لإيه؟ لإسم، اسم يعني الأبقار، اسم ولا فعل؟ لا اسم، فعشان كده مزودين إس للإسم عشان يبقى جمع. طيب تعالوا كمان نشوف مع بعض إزاي أجمع. لما بجمع هنا بقرة واحدة فبنقول cow، لكن هنا قلنا ايه؟ one cow، لإما نقول العدد فنقول one ان هي واحدة، لإما نقول a cow. طب هنا في الجمع قلنا ايه؟ two cows، اي رقم بقى اكتر من واحد فهنا حط ايه؟ الاس بتاعت الجمع. طب هنا one sheep بقت four sheep، الله، ما هي الجمع بتاع sheep هو والمفرد واحد، ما بيحطلوش اس، هو نفس الشكل. طب برضو fish اقول one fish، سمكة واحدة، او six fish، ما بقولش اس، لا ما بقولش fish اس، لان fish بكلمة زي شيب بتدي معنى المفرد والجمع، ما بزود لهاش حاجة. تعالوا نشوف lesson 2، الدرس التاني، بيتكلم عن جزء رياضة شوية. فبيقول لي هنا ازاي asking and answering، اسأل واجاوب، about numbers عن الاعداد. لما اجي اسأل عن العدد بقول ايه؟ بقول how many، وبذكر اسم الشيء. يبقى ده عشان ايه؟ بعدد الأشياء الجمع، فبقول how many goats are there، كم عدد إيه العنزات الموجودة؟ how many goats are there،
الرد عليها بيبقى there are وبذكر العدد there are إنه يوجد وبذكر العدد. يبقى هنا بسأل بهاو ميني وبعدها بقول اسم الجمع حاجة جمع يعني والرد عليها there are وبذكر الرقم. المثال كان بيقول how many goats are there كم عدد العنزات الموجودة فردت وقالت له there are 25 25. يبقى أنا عندي العشرين جمع فتبقى إيه 20 20 والخمسة أحد فتبقى إيه 25 goats. تعالوا نشوف جزئية الريدينج دي. جزئية الريدينج بتقول إيه؟ بتحكي هنا طبعا كل حاجة عندنا مكتوب عددها كام. أدي الأرقام دي يعني عددها. There are many animals هناك العديد من الحيوانات. On the farm في المزرعة. There are 25 cows في 25 من الأبقار. And 30 horses و30 من الأحصنة. I can see 45 donkeys. أنا كمان شايف 45 حمارا. And 14 sheep و14 خروف. I can see 18 ducks 18 من البط. And 42 hens و42 من الفراخ. There are 26 goats 26 من المعز. هنبدأ في الدرس الثالث lesson 3 عبارة عن جزئية reading and speaking. بتقول هنا ايه are there any ducks جايبة صورة وبتقول هو في الصورة دي اي بط فرد عليها وقال لها yes there are ايوة يوجد. طيب ده لما اجي ارد عليها وانا بقول بالاثبات يعني بقول اه في. طب لو انا بقول لا ما فيش هقول no there aren't يبقى no في اخر الجملة فيها not is no there aren't. يبقى السؤال are there any اي ducks اي بط لما اقول yes there are لو هو موجود او اقول no there aren't لو هو مش موجود. طيب تعالوا كمان نشوف الصورة دي بتقول هنا ايه. زي ما انتم شايفين الصورة فيها اهو التلات خرفان وفي فرخة وتلات حمير. بيقول هنا ايه on this farm في هذه المزرعة there is a hen في ايه فرخة واحدة فقال a hen. وكمان ايه there are some sheep اهو بعض الخراف او الخرفان. There are donkeys وكمان في ايه, فيها حمير. طيب تعالوا نشوف الصورة دي هنا on this farm في هذه المزرعة there is a goat في معزة واحدة فقالنا there is عشان هي مفرد. طب وكمان there are cows الجمع بقى there are cows و there are hens في أبقار وفي فراخ. طب في الصورة دي on this farm في هذه المزرعة there are sheep there are donkeys there is a cow. يبقى في ايه الجمع قلنا there are لكن المفرد قلنا there is في بقرة واحدة بس فقلنا there is a cow. لكن بالنسبة للخروف في اتنين في عدد اكتر من واحد والحمار برضو اكتر من واحد فعشان كده جم في الجمع. الدرس الرابع بيتكلم عن جزئية الفونكس. طبعا عندي الـ OA بتتنطق زي كلمة goal put got caught. يبقى او ايه اتنطقت زي جول بوت جوت كوت. طيب عندي الاو دبليو الاو دبليو هتتنطق زي كلمات ريمبو ايرو سنو ويندو. الاو وبعدين ما بينها وما بين الاي حرف هتتنطق زي كلمة هوم روز نوز ستون. الدرس الخامس عبارة عن social studies دراسات اجتماعية and science وعلوم. بيكلمني عن farm animals حيوانات المزرعة gives us products بتدينا منتجات زي ايه. تعالوا نشوف كده products from animals منتجات من الحيوانات زي milk اللبن eggs البيض meat اللحم او لحم الدجاج الاثنين بيتسموا meat. طيب عندي كمان وول اللي هو صوف. طب تعالوا نشوف بقى هنا ان الكاو بتدينا ايه gives us بتدينا ميلك وميت اللحم بتاعها يعني. طيب هنا اشيب
الخروف بيدينا وول صوف وميت ولحم. طب الدك بتدينا gives us eggs البيض وميت لحمها. طيب وعندي كمان هن gives us ايه ميت اللحم بتاعها وايجز وبيض. عندنا كمان a goat المعزة بتدينا ميلك لبن وميت اللي هو اللحم بتاعها. اخر حاجة معنا في الوحدة دي هي lesson 6 الدرس السادس، هنتكلم عن الفاليوز القيم. caring for animals العناية او الاهتمام بالحيوانات. قال انا عندي هنا ان animals بتبقى محتاجة ايه، محتاجة food، محتاجة طعام اللي هو العشب اللي هي بتتغذى عليه food، محتاجة water مية، محتاجة shelter مأوى، محتاجة كمان space مساحة تمشي فيها عشان تاكل فيها. طيب يبقى عندنا هنا ان animals need food الحيوانات بتحتاج للطعام. بتحتاج ايه كمان animals need water. يبقى احنا اخدنا هنا ايه ان animals need، need يعني تحتاج، animals جمع اخرها اس فجت معاها الفعل need يحتاج. هيبقى animals need water. يبقى احنا الاربع عناصر دول اللي الحيوانات بتحتاجها هنبدا نجيبها واحده واحده، animals need water، animals need shelter، animals need space. طيب بعد الثلاث وحدات كتاب الاضواء عمل تقويم، تقويم على الثلاث وحدات الاولى، قلنا السبعه والثامنه والتاسعه، تعالوا مع بعض نحله مع بعض اللي هو صفحه 142 و143. تعالوا كده نشوف السؤال بيقول لي اول حاجه listen and circle، اسمع واعمل دايره، هتسمعوني وبعدين تعملوا الدايره وبعدين هوريكم الكتاب عامل ازاي. طيب عندي اول حاجه هتبقى نمبر 1 سبورت، سبورت دي اللي هنعمل عليها سيركل دايره. نمبر 2 هتبقى كوت. نمبر 3 هن. نمبر 4 بنس. تعالوا كده نشوف، هذا سبورت كوت هن بنس. السؤال الثاني listen and complete، اسمع واكمل. هيبقى سامي بيقول are there any donkeys، any كلمه any. يوسف رد عليه قال له yes there are، تبقى الكلمه الثانيه are. تعالوا كده بصوا، يبقى are there any donkeys، قال له yes there are. طيب بعد كده عندي هنا choose، عندي a sheep gives us بتدينا ايه wool. are there any hens، there are 40 pencils in my classroom. the notebook is made of paper، مصنوع من الورق. تعالوا نشوف القطعة بيقول لي هنا طبعا نعمل صح او غلط. نور goes to the park with her friends، طبعا ذهبت او ذهب، نور بيدي الاسم الولد والبنت، فهنا ذهبت او ذهب ايه ليه مع الأصدقاء في الحديقة، طبعا ترو يعني صح. طبعا عندي بقى كده there aren't any trees in the park، كانش في أي أشجار في الحديقة، طبعا غلط، كان في there are a lot of trees، هناك العديد من الأشجار، فقرة بتقول كده. they can sit on the rivers، قعدوا على النهر، مكتوب there isn't a river، ما كانش في نهر أصلا، يبقى غلط. آخر سؤال في الجزئية دي there is a river in the park، كان في حديقة طبعا، لا يبقى صح غلط غلط غلط. طيب بعد كده بيقول لي unscramble، اعيد ترتيب and write، واكتب. جايب لي هنا كلمة horse متلخبطة، هتبقى horse. number 2 هتبقى bags. number 3 arrow. number 4 flower. بعد كده عندي هنا يقول لي a duck gives us eggs and meat. a coin is made of metal، مصنوع من المعدن. البنك تويت اول كلمة capital، وفي الاخر بنحط فول ستوب، لان دي جملة خبرية. خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة، شفنا الوحدة التاسعة كانت بتتكلم عن ايه، وكمان حلينا الامتحان على الثلاث وحدات من كتاب جيم الاضواء. دمتم في امان الله.